السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الشباب، إن شاء الله تكونوا بخير. صوت مليح، الله يبارك فيك الأخ بلال، أخ أمين. أخ رضا، الصوت مليح. باش نبداو ان شاء الله في هذه المداخلة. وعليكم السلام الأخ محمد سعيدي. آه ما شاء الله، هاي نبدأ إذا إن شاء الله في هذه المداخلة. إذا الإخوة، أنا مانيش نقرأ في التعليقات، نحاول أن ندير مداخلة، وحبيت على جال باش نربط بين هذا الحراك الدائر في الجزائر والثورة نتاع التحرير. كيفاش؟ كان هناك نقاط نتاع التقاء بين الثورة نتاع التحرير نتاع 1954 1962 والحراك هذا الجاري نتاع 2019. فيه نقاط نتاع تقاطع، فيه نقاط نتاع لقاء تجمع بيناتهم. كاين هناك تراكمات، تراكمات هي اللي أدت إلى الثورة نتاع التحرير. كاين ايضا في المقابل هناك تراكمات هي اللي ادت الى هذا الحراك اللي الان راه جاري في الجزائر. ايضا الناس فقدت الثقة، فقدت الثقة بمعنى انه كان هناك احزاب سياسية، كانوا ناس في البرلمان، في البرلمان الفرنسي انذاك، وكانوا ناس يجربوا في العمل السياسي ويجربوا في البرلمان ويقولوا بانه لابد من استعمال السياسه، ولابد هو ان نوصل المطالب نتاعنا بطرق ذكيه الى غير ذلك من المسائل. ولكن هذيك الممارسات وهذيك السلوكات اللي هم جربوها مع الاحتلال لم تؤدي الى نتيجه، وبالتالي بداو هما يغيروا في الاساليب نتاع النضال، وصلت إلى حمل السلاح. بالإضافة أيضا أنه كان هناك الترباب هذاك موجود، موجود داخل الحزب نتاع الشعب، بمعنى أنه كانت هناك المشيخة والزعامة، وصلت الناس إلى قناعة من أنه هذه المشيخة وهذه الزعامة لن تؤدي إلى شيء، وبالتالي هما خلعوا هذه العباءة نتاع الطاعة وخرجوا على مصال الحاج، وكونوا مجموعة لا بأس بها، أمنوا ببعض القضايا من بينها هي التضحية، الإخلاص، الصدق والعمل الجماعي. لما توفرت هذه الشروط فيما بعد جاءت هذه الثورة التحريرية، لأن الشعب الجزائري منذ سنوات ونحن نردد، كنا نقول من أنه رانا محتاجين إلى رجال، رجال فقط صادقين مخلصين ثابتين على المواقف نتاعهم. النهار اللي تتوفر هذيك الشروط، الشعب الجزائري برمته راه رايح يلتف حولهم. مادام هناك أنه انتهازية، مادام السرقة نتاع المبادرات، مادام الخلف نتاع الوعود، مادام هناك النفاق، مادام هناك التسابق على السلطة، الشعب الجزائري لن يسير وراء هؤلاء. الناس اللي يروحوا يسيروا وراءهم هم الانتهازيين اللي مثلهم، هم الطماعين، هم الناس اللي ما عندهم شخصيات، هم اللي راهم راحين يلتفوا حول هذوك الناس. إذن كاين هناك نقاط نتاع التقاء بين الثورة نتاع التحرير وهذا الحراك اللي راهو داير الآن. أيضا لما نشوفوا احنا مثلا دوك الحراك هذا، نشوفوا فيه احزاب سياسيه،
راها موجودة، بل هذه الأحزاب اللي راها موجودة كانت سبب من الأسباب نتاع هذا الحراك، لخطر هناك تراكمات اللي هي أدت إلى هذا الحراك، بغض النظر عن التاريخ نتاعو وشكون هما الناس اللي راهم دفعوا سواء بقصد أو بغير قصد، بغض النظر عن التاريخ نتاعو. المهم كانت هناك تراكمات، كان هناك ظلم، تعدي الحجرة، يعني سياسة الاحتلال اللي هي أدت بهذوك الشباب اللي هما يخلعوا، مثل ما كنت نقول لكم أنا، العباءة هذيك نتاع الطاعة، ويحدثون أيضا العنصر تاع المفاجأة، لأنه هذا أيضا مهم جدا، عنصر المفاجأة. فيما بعد هما التف حولهم الشعب لما شافهم رجال صادقين يقسموا في الماكلة معاه، يروحوا ياكلوا كما يقولوا المزامنة نتاع الشعير هذيك، ويروحوا فيما بعد هما ياكلوا، يقسموا شتق نتاع كسري يقسموه مع بعض، ياكلوا مع بعضهم في مثرد واحد. الشعب الجزائري لما شافهم صادقين قدموا الانفس نتاعهم من اجل التضحيه، على جال باش هما ينقذوا الشعب الجزائري، ينقذوا البلاد. الشعب فيما بعد التف حولهم، ما دام ما كانش رجال صادقين، ما دام ما كانش ناس مخلصين، ما دام ما كانش ناس اللي مستعدين على جال باش يضحيوا من اجل البلاد ومن اجل الشعب الجزائري، تغيير لن يحدث، التغيير لن يحدث. النهار اللي بانوا الرجال الصادقين والمخلصين واللي مستعدين للتضحية من أجل الجزائر، تضحية بطبيعة الحال فيها تفصيل، تغيير لن يحدث. إذن كاين هناك نقاط نتاع تقاطع بين الثورة والحراك. ثورة، إذن كانت هناك أسباب، ظلم، الحقرة، العنصرية، الجهوية، هذا المسألة هذه نتاع القبائل هذه ونتاع العرب راها نفسها الآن، راها مازالها الدور بعباءة واحدة أخرى. أنا عربي وأفتخر، أنا أمازيغي وأفتخر، وراها مازالها نفس العقليات، نفس المستويات، مازالها الدور بعناوين واحدة أخرى، ونفس الصراعات اللي كانت موجودة على الزعامة مازالها الدور بعباءات مختلفة، مازالها الدور. إذن هناك العنصر تاع الجهوية، تاع الحقرة، نتاع الظلم، عدالة ما كانش، القوية كل ضعيف، مجموعة من العناصر اللي هي خلات هذا الرجال، هذا الثلة، هذه الشرذمة خلاتهم هما يفرضوا واقع على فرنسا، فرضوا عليها واقع ما كان عندهم لا سلاح مثل ما كانت عندها فرنسا، ولا كانت عندهم قوة. هاد الناس اللي راهم دوك يقول لك كمشى كمشى، راهم في لا غران بوست، وكمشى راهم في الجزائر، وكمشى ربي لما ينصر، ينصر الفئه القليله، الفئه القليله المؤمنه، الفئه القليله المخلصه. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. القضيه مش قضيه نتاع كثره، قضية نتاع رجال، نتاع ثلة من الرجال المخلصين الصادقين اللي هما مستعدين على جال باش يضحيوا من أجل الجزائر، يضحيوا من أجل مستقبل الأجيال، لأنه الأجيال راها رايحة تلعنكم أيها الشياتين، يا لاعق الأحذية، ستأتي أجيال وتلعنكم. كاين منكم اللي راهو يتشدق بالثورة ويتشدق بالتاريخ، وراه ابن مجاهد ومجاهد، وواحد هو بيو مجاهد كذا، وواحد هو بيو شهيد كذا، وراه على خط الشهداء وعلى خط السمو، وقاعدين يسبوا في الشعب، يسبوا في الرجال الأحرار، يسبوا في الحرائر اللي رفضوا المنطق نتاع القايد صالح المجرم، رفضوه، رفضوا المنطق نتاع هذا العصابة اللي الآن راها ذوك تحاول أنها تعاود تجيكم من أبواب مختلفة. إذن كاين هناك أشياء اللي هي خلات هذا الرجال، درك كاين هناك نقاط التقاء أيضا بين ناس
يعني اللي راهم درك هما يشوفوا من انه راها جات فرصه من اجل التصحيح، وجات فرصه من اجل التقويم، وجات فرصه من اجل تجسيد البيان تاع اول نوفمبر. نحن نقاسمكم بعض الاشياء، ولكن فيه اغبياء، فيه حمقى، فيه مغفلين يعتقدوا من انه هذه المساله هذه خلاص راها اوكلت لهذا الناس، تم عندهم دخل راها الرجال تخدم، وراها راهم المفكرين والعباقره ومنش عارف انا والدوهات والفطاحله راهم يخدمون، انت ما تكلمش انت واش تعرف انت يا كذا. هذا الناس كانوا مع العصابه، كانوا طيله هذه السنوات، بل منهم من كانوا يتهموننا لما كنا احنا نتحدث على العصابه، وكنا نتحدث عن النظام، وكنا نتحدث عن الفساد، وكنا 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 كان منهم من يسب ومن يتهم ومن يقول باللي هاد الناس راهم في الخارج وراهم يتكلموا كذا، بل حتى لقوا هذه الفرصة هذه قال كش ما شفتوا انتم حاجة جات من الخارج، مع انه الانطلاقة نتاع الثورة نتاع التحرير بدأت من الخارج، بدليل وجود نتاع مصالي الحاج، يعني هذيك المنظمة اللي داروها نتاع نجم شمال افريقيا منين بدأت؟ بدات وقيله من لا غران بوست، الجماعه اللي راهم يطرطروا على الغاشي، بدات من فرنسا، وهذا تحدي لفرنسا، بدات من فرنسا، وكثير من القاده كانوا موجودين في فرنسا، من بينهم الامير خالد، لانه هذا الوعي هذا مثل ما كنت نقول انا في البدايه، وهذه التراكمات هي لم تأتي هكذا، وإنما ناس ناضلت وجدت فيه تراكمات اللي هي وصلت. واسمه مالك بن نبي ونقراه راه عند واسمه في لا غرون بوست ونقراه مالك بن نبي، قضية نتاع أفكار بطبيعة الحال فيه ناس اللي هم تبنوها، الناس شافوا هذه الدول اللي راها طلعت وراها مشات وراها حققت نهضة، حبوهم على جال باش هما ينهضوا بالوعي، لأنه كانت هناك الشعوذة دايرة رايها، بدليل النضال تاع جمعية العلماء. هذه المسائل لم تأتي هكذا عبثا، أيضا هذا الحراك لم يأتي هكذا انطلق من ذاته، وإنما كان هناك نضال، كان هناك رجال كان تخدم بالكتابات نتاعها، بالتعليقات نتاعها، بالتحليلات نتاعها، بالنقاشات نتاعها، وهذا الوعي هذا لم يأتي هكذا، وإنما فيه ناس كان تخدم على مر السنين، وناس دفعت ثمن، ناس ماتت، ناس اعتقلت، ناس اختطفت، ناس عاشت سنوات في الصحراء، ناس عذبت، ناس ماتت تحت القتل. هذا الحراك هذا لم يأتي. أيضا كان هناك يعني كانت مرحلة وين أن الجزائر كانت تبحث على متنفس، ولو أن هذا الفساد اللي كان ضرب الأطناب نتاعو في هذا الفترة نتاع بوتفليقة، ومع ذلك الإنسان المنصف، الإنسان المنطقي، الإنسان اللي عنده عقل، الإنسان اللي هو يحب الخير للبلاد، ربي يقولك لا تبخسوا الناس أشياءهم. لا تبخسوا الناس أشياءهم، كان هناك إنجازات مع الفساد الموجود، كانت هناك إنجازات، كان طرقات، كان جامعة تبنات، كانت مستشفيات، كانت مدارس، كان ثانويات، كان كذا، ولو أنها راها قال ناقصة أو ماهيش بالمعايير قال كذا وكذا، ولكن مع ذلك كان إنجازات، كان الخير وكان الشر، حتى ولو أنه راه الشر ولكن كان مدمر، لأنه الإنسان لم يبنى، وهذه منذ سنوات ونحن نتحدث عنها. فهمت؟ راني كاتب أنا مقال، خطر بعض من الناس الآن راهم يسرقوا في الأفكار تاع المقالات اللي كنا نكتبوا فيهم والتسجيلات نتاع اللي كنا نكتبوا فيهم، بل حتى التصريحات. نسمع لك النهار في واحد يقول لهم باللي فرعون راهم داروه واسمه سيدنا موسى تربى عن فرعون.
حتى التعليقات يسرقوا فيها. مقال ابحثوا عليه او مكتوب الاستثمار الغائب او موجود منذ سنوات، عنده على الاقل 10 سنوات منشور. الاستثمار الغائب، استثمار في الانسان الجزائري غائب. إذن الإخوة والأخوات، هذه المسائل هي لم تأتي هكذا. ربما بدلت العنوان نتاع الفيديو لأن هذه الفرصة وهذه المناسبة حتمت علينا على جال باش نحكيو على هذا القضية نتاع أول نوفمبر. إذن كاين فيه رجال مخلصين، كاين فيه حرائر، كاين فيه ناس تحزمت واستعدلت للتضحية من أجل النهوض بالجزائر. فيها أشياء تحققت، فيها أشياء لم تحقق، ودرك هذا الحراك راه درك هو جاء لتتمت ولتجسيد ما تبقى من الإنجازات، يعني اللي كانت الناس تخدم لها. المشكلة وين؟ هو أنه الثورة سرقت. لا يهم الأشخاص، لا يهم الأشخاص، الثورة سرقت. لأنه والناس اللي راهم مسؤولين على السرقة، كاين بعض من الناس اللي هم يحصلوها في بومدين ويحصلوها في بنبلة، ما كاينش منها. ثورة سرقت ابتداء من الاتفاقية تاع إيفيون، خاطر كاين بعض من الناس يجي يقول لكم داروا انقلاب وطططط والحكم المؤقت والبلا بلا. ثورة سرقت ابتداء من العقد اللي داروه مع فرنسا من اتفاقية تاع إيفيون. هذاك هو الانحراف، انحراف بدا من ثم. الناس اللي هما انقلبوا على الحكومة وانقلبوا على الجماعة اللي هما نصبوا مجلس على جال باش هو يقود المرحلة هذيك الانتقالية بعد الاستقلال، وفيه راهم بالأسماء نتاعهم موجودين في المجلس هذاك اللي داروه، فرنسيين وجزائريين، مجلس مشترك، فهمت؟ ويجيو من بعد يقول لكم شوف الحكومة وحكومة انتقالية وبابا بابا. انحراف بدا ذم، بدا بالخيانة. يعني إذا كان حبينا نوليو نهضرو بالمنطق هذا، خاطر كاين بعض من الناس كل شيء يحصلوه. دوك إذا تكونوا موضوعيين وتكونوا منطقيين تتكلموا كلام على الأقل موضوع. قالوا ودي كانت الظروف حتمت على جال باش هذوك الناس ما يديوش قال مثلا 100%، ولكن كانت فرصة لي قال مثلا مع الباليش انا اللي للتلاعب على فرنسا، والله قال مثلا على جال باش هما يوسيو فرنسا باش هما يلقاو فرصة، والله كلام اللي يقدر يستسيغه العقل. تجي انت انسان اللي هو رهن الصحراء، بمعنى انه تكون هناك تجارب نووية مذكورة في الاتفاقية تاع إيفيون، وراهم ماتوا ناس ثم ومازال الناس الى تاريخ اليوم راه تدفع في الثمن. تجي تغمض عينيك عليه ومرسل كبير والمطارات ثكنات عسكرية في بشار في كذا في كذا، تغمض عينيك وتجي تحصلها في بومدير. إذن كانت الانطلاقة للأسف الشديد بعد الاستقلال انطلاقة يعني تاع الجمهورية هذه اللي تحدث عليها البيان تاع أول نوفمبر لم تكن مبنية على أساس صحيح. احنا الآن درك نحوسو هو أنه من خلال هذا الحراك هو أنه يقودنا إلى بناء جمهورية جديدة. جمهورية جديدة بمعنى قدر كاين بعض من الناس اللي يقولوهما الجمهورية الثانية، وهذا الكلام ماشي نقولوا فيه الان في 2019، لانه كاين بعض من الناس اللي ربما هذا وين جاوا للانترنت ويسمعوا هذا الكلام يقول لك هذا السيد هذا راه يعاود في كلامها. وقالوا تبون اللي كان مع بوتفليقه، هاو قال هو اللي راهو قال الكلام، هو مسجل بالصوت وبالصوره في الاذاعه نتاع وطني منذ سنوات، هو مسجل في اليوتيوب. روح فقط تكتب نور الدين خبابه في اليوتيوب وتلقى التفاصيل، كلام كنا نقوله فيه منذ سنوات. إذن الجمهورية لم تؤسس على أساس صحيح. إحنا نريد بناء جمهورية جديدة. كاين بعض من الناس اللي الآن راهم يقول لك إيه
ايه حنا رانا سيدي رانا مع هذه الجمهوريه الجديده ومع هذا التجسيد نتاع بين او نوفمبر ولكن الانتخابات. وعلى حنا قلنا حنا رافضين الانتخابات، حنا ماناش رافضين الانتخابات كمبدا، ماناش رافضين الانتخابات كوسيله حضاريه لنيل الشرعيه، لكن نحن نرفض هذه الانتخابات في ظل هذا النظام القائم. بدليل راكم شفتوا الان وجوه راه تقدمت للترشح، مازال لحد الان مازال ما عندناش القائمه، دوك نشوفوا القائمه ونشوفوا هذه الوجوه اللي راها رايحه تظهر. درك انت لما انت تروح تدخل، راني قلتها في تسجيلات سابقه ولا باس هو ان اذكر، لما انت تروح تدخل في ماتش، الماتش مبيوع، الاربيتر المشري، حتى لي سيبورتور اللي راهم دايرينهم لك ثم ماهمش نتاعك، وداخل انت الماتش هذاك، من بعد ما تقولش انت باللي هم لعبوها لي وها هم زوروا وها هم مانيش عارف انا كذا، ما كانش والو، تدخل معاهم تحمل الهزيمه نتاعك، خاطرهم ما راهمش رايحين يلعبوا معاك بالو، راهم عندهم كل الوسائل التي تؤدي الى النتيجه اللي حوسوا عليها. انت هذا الانسان اللي هو ما قدرش يجمع التوقيعات، كاين منهم حتى اللي زور التوقيعات، هذا فيما بعد كيفاه رايح يوصل؟ غير فهمني برك، فهمني. هذا الانسان اللي عنده وسيدي قال راهو عنده 50,000 توقيع، يا الشعب الجزائري فيه 40 مليون، ما فيهش 50,000، 50,000 راه نتاع ولايه، راه عندك 48 ولايه بالاضافه الى القنصليات في الخارج. يا هل ترى عندك انت الكفاءه على جال باش انت تغطي 48 ولايه وكل القنصليات في الخارج؟ عندك انت التاطير الكافي باش تاطرهم وباش تحفظ انت الاصوات نتاعك؟ عندك المراقبين على مستوى 48 ولايه بالدوائر نتاعها والبلديات نتاعها، بل حتى ربما فيه احياء وفيه قرى، ناهيك على الصناديق المتنقله وعلى عندهم هما جملين ولا ثلاث ملايين صوت مديهم، هذاك ما تشوفهم، ما تعرف القائمه نتاعهم، ما تعرفهم منين جاي، تلقاهم في الصندوق، هم جابوك الصندوق احسب كذا 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 كذا، وانت تشوف من بعد انت سلم بالنتيجه، روح اطعم في المجلس الدستوري، روح من بعد عاود ريكلامي مع الناس اللي راهم يقولوا لك ودي العب بليس. احنا ماناش ضد الانتخابات، لكن مع هذا النظام، خاطر كاين بعض من الناس يقول لك ايه اسيدي وراهم داروا هذه السلطه وراهم داروا هذه اللجنه نتاع الانتخابات وراهم نحاول الداخليه ونحاول الصلاحيات للولات ونحاول الصلاحيات لكذا. عمليا هما اللي راهم يخدموا، عمليا قوانين نتايا راها واسمه حبر على ورق، عمليا وزارة الداخلية هي اللي راح تنظم في الانتخابات، بدليل الناس اللي راهم يخدموا في البلديات وراهم يخدموا في الولايات راهم يعرفوا. تجيب لي اللجنة تحط لي انت زوج ولا ثلاثة في ولاية، يا ولاية راه فيها 200,000، هذه مكاتب وهذه هذو مراقبين وهذه إدارة وهذو مسيرين، جيب لي انت تحط لي زوج ولا ثلاثة، انسان راهو انسان قال مثلا ذكي وانسان راهو نزيه وانسان عنده كفاءة، ولكن لا يكفي. مثل الوحل هذاك، دائما انا نضرب المثل هذا، مثل الوحل تروح انت تحط فيه في فيه زهرة رايحة تنتج لك، هذيك الزهرة تجيب لك رائحة يطغى عليها هذاك الخنز هذا كما يقولوا خوتنا لوهارنا، يطغى عليها، وبالتالي انت ركتوهم في الناس. احنا اللي احنا دوك الشيء اللي رانا نقولوا فيه، هذه الانتخابات احنا ماناش ضد الانتخابات كوسيله وكآليه من اجل تجسيد الاراده الشعبيه، ماناش ضدها ابدا. وحنا دوك الناس هذو اللي راهم دوك هما راهم يامنوا بالانتخابات، رانا نقاسموهم هذا المساله. درك هما كاين بعض من الناس اللي يقول لك ايه خويا احنا انت ما راناش ضدك، حنا ما راناش ضدك انت، راهم كاينين اقليه وهاد الناس راهم لا يؤمنون بالانتخابات، وهاد الناس راهم يحوسوا هما ما تكونش هناك انتخابات، يكون هناك تعيين، لانه عارفين باللي هما درك هذا الانتخابات ما راهمش رايحين ينجحوا فيها. علاش راني نقول لك انا العكس؟ مانيش نقول لك العكس، راني معك.
صحيح أنه فيه أقلية اللي هي لا تريد الانتخابات، وصحيح أنه فيه أيادي خارجية أيضا، لأنه مالفين هو أنه عندهم ناس عملاء يخدموا معاهم والله، ينفخوهم عن طريق وسائل الإعلام وكذا، ويحاولوا هو أنه يصنعوا جو والله من أجل على جل باش يحصلوا على صفقات من أجل كذا كذا كذا. أنا معاك، فيه ناس راهم يخطوا على جل باش يخلطوها، حتى هذه الدولة العميقة اللي راها متواجدة على مستوى 48 ولاية في كل القطاعات وفي الداخل وفي الخارج، ومنهم اللي الآن راهم يشوفوا فينا، فهمت؟ لا شك في ذلك. وهذو هما راهم دوك مرات تتقاطع المصالح، مش الأفكار، مرات تتقاطع المصالح. قال دوك مثلا الناس راها مع المقاطعة نتاع الانتخابات، هما راهم معاها من اجل باش يفرضوا واقع على هاد الناس اللي راهم درك هما في القياده نتاع الجيش. وانا متنبه لهذه المسائل مش من الان، منذ سنوات، النهار اللي كان بعض الناس اللي هما كانوا يقولوا المجاهدين، هذو الان اللي راه منهم درك هما تحدثوا على الانتخابات، كانوا يقولوا المجاهدين تاع ليبيا والمجاهدين تاع سوريا، والتسجيلات راها مازالها موجوده، يستطيع اي انسان عنده عقل يروح يشوفها ويسمعها بالاسماء بالتواريخ. انا الكلام اللي كنت نقول فيه في 2011 مازالني الى اليوم مازالني مقتنع به، حاجه ما تبدلت لي، لانه هذه القناعه لم تاتي هكذا عبثا، وانما عن تجربه خذتها في الجزائر، عشت الاحداث، عشتها في الجزائر، ومشيت مع احمد طالب في وقت من الاوقات، وعرفت الى حد ما بعض الأشياء عن طريقه ومن خلال الممارسة ومن خلال العيش نتاعي في الخارج، تكونت لي هذه القناعة. احنا ماناش ضد الانتخابات، وعلى بالنا باللي درك هذه المجموعة نتاع الدولة العميقة هذو، هذا الجهاز هذا مازالوا يشتغل، عنده صحفيين، عنده الآن نحكي لكم غير على القضية نتاع القضاء، ها يا سيدي جات مناسبة باش نجبدوها خلال الحديث. بعض الناس الآن راهم يتحدثوا عن القضاء ويقول لك علاش هذا القضاء هذا ما تحدثوش في وقت سابق، وعلاش ما خرجوش، وعلاش كذا، ودوك الان راه في قياده نتاع جيش وقياده وطنيه وراها تخدم. قلنا لكم من الاول، قلنا لكم باللي هذا الدوله العميقه راه عندك شغل لي كارت، كل مره تستخدم كارت. قلنا لكم من انه هذا الجهاز نتاع القضاء، لما كانوا بعضكم يفرحوا لما كانوا يهزوا في الناس، كنا نقول لكم باللي هذا الجهاز نتاع القضاء راه هو داخل في اطار هذا نتاع الدول العميقه. كيفاش كانوا هما كانوا يخدموا بالقانون، مستعملين القوانين، يجيبوا واحد يدخلوه للسجن بالقضاء ويخرجوه بالقضاء، عندهم القوانين صايغينها هما اللي دايرينها، وقضاة يخدموا على مستوى 48 ولايه. وهذا الجهاز نتاع الدول العميقه هذا ما بداش البارح، عنده 6 شهور بدا يخدم. هذو راهم متمكنين من الدول الجزائرية، كيفاش هما استطاعوا هو انه يفرضوا النفوذ نتاعهم ويسيطروا على البلاد وعلى الخيرات تاعها، يعني منذ سنوات. كيفاش؟ لانه جهاز يخدم، مستعملين مؤسسات، مستعملين البرلمان، مجلس الأمة، الرئاسة، الحكومة، المجلس نتاع القضاء، واصلين حتى اللجان تاع الجامع ونتاع الاحياء ونتاع نتاع اللجان الرياضيه هذيك، وخلي من الخارج في القنصليات وفي السفارات، بالاضافه الى الجمعيات اللي تشتغل معاهم، واصلين حتى للدور تاع الحمام، هاي حتى السيرفيس تاكسي عندهم ناس يخدموا معاهم. ولما نقول في هذا الكلام ربما كاين بعض الناس يقول لك هذه مبالغه وما كانش منها وهذا كلام غير، الناس اللي راهم يعرفوا هذا الجهاز راهم يعرفوا. حنا لو كي تحدثنا دوك مثلا على القضيه هذه نتاع السلك نتاع القضاء هذا، قلنا لكم منذ وقت طويل قبل ما ينحيو جنرال توفيق، راهو الندوه اللي درناها حول الدول العميقه اللي الان دوك راهم صاروا الناس يعرفوها، صاروا الناس يهضروا عليها، كان في ذاك الوقت واحد ما يسمع بجده المصطلح ما يعرفوش. تحدثنا على القضيه نتاع القضاء، قلنا باللي راهم يستعملوا قضايا ويجيبوها، واحد قال مثلا يستعملوه ملف نتاع ابتزاز، قال لي دخلوه في اطار تاع مخدرات قضاء، كي يحبوا يخرجوه القضاء وهكذا. وكنت نقول لكم حتى عطيت لكم حتى اسماء والله غا من بينهم تبون،
هدرت على التبون، هدرت لكم على ابو جره السلطاني، ولا راح حتى بالاسماء عطيت لكم اسماء، قلت لكم باللي راهم يستعملوا ملفات نتاع ابتزاز. واحد انت دوك راهو مسؤول، مسؤول درك لو كان يكون بنو راهو دوك مثلا هو استغل السلطه نتاع باباه، فهمت؟ قال مثلا كيما دوك ولد القايد صالح، انا راه عندي معلومات على بالي باللي الكلمه هذه راح تقطع لي رقبتي، بصح نقولها، عندي معلومات انه حتى المراه نتاعو، المراه نتاعو تعطي تعليمات لبعض القاده نتاع النواحي، هاي معلومات. دوك انت لما يكون واحد هو يستغل في النفوذ نتاع باباه، كائنا من يكون قايد صالح اكس ولا ايغريت، واحد درك هو راهو يستعمل في النفوذ نتاع باباه. هذا انت لما انت تخوض حمله ضده معاك، لانه راهو لو كان ما باباه ما دار هكذا وكذا. ولكن كاين مرات هو انه تلقى واحد مسؤول راهو خدام، انسان خدام، انسان ناشط، انسان صادق، انسان مخلص، انسان يضحي، انسان عنده كفاءه، عنده كذا. وهذه شوف نقول لكم حاجه في نفس الاطاره باش نبقاو في نفس الموضوع هذا تاع تبون برك، يعني جبتها كمثال، بصح مانيش نحكي على التبون هو، جبتها كمثال برك في هذه النقطه بالذات. كاين بعض من الناس اللي ما ينتبهولاش، مرات تلقى واحد دوك هو راهو خدام مثلا هكذا في الشان العام، سواء كان رئيس حكومه او قال مثلا وزير او مسؤول، راهو درك هو الوقت نتاعو كله مكرسو للجزائر، مكرسو للملفات، مكرسو للمنصب اللي راهو درك هو يشتغل فيه، هو ما يلتش بولادو، تلقاه دارو مهملها، دارو مهملها، ما يتل... بالك مرتو ما يتلاقاش معاها بزاف، ما يتلاقاش مع ولادو بزاف. وبالتالي درك مرات تلقى، وربما تلقى قال مثلا الوالده نتاعو تكون هي قال مثلا متسامحه معاه، تعطي له شويه نتاع دراهم وروح اقضي، وهو يبدا يرمرم عليها هكذا، قال هاك روح دي 100، هاك دي 500، هاك دي مليون، هدي كذا. مرات يخرج على الطريق، يخرج على الطريق. درك لما تقول لي باللي انسان راهو مثلا عنده بنو خارج الطريق، كلام موضوعي وكلام منطقي وكلام صادق وكلام عقلاني وكذا، بصح باش تقول لي باللي باباه هو اللي دار له هكذاك، ما كاينش منها، ما كاينش منها. حاسبوا درك لما يكون هو يستعمل في السلطه نتاع باباه، لما يكون يستعمل في السلطه نتاع باباه، قال مثلا درك راهو باسم باباه راهو يدي في مشاريع، باسم باباه راهو يدي في قطارات، باسم باباه راهو يحقر، ثم معك الحق اضرب وما توسيش. ولكن مش معناتها دوك مثلا واحد راهو قال مثلا مسؤول عنده بنو راهو فاسد معناتها يتحمل المسؤوليه نتاعو، لا. حنا في الدين نتاعنا ما كانش يا سيدنا نوح او بنو كان كافر، يا سيدنا ابراهيم باباه، يا سيدنا محمد عمه، والى غير ذلك. لا تزر وازره وزر اخرى، هذا هو الدين نتاعنا حنا، اذا ما لازمناش حنا نخلطو. اذا الاخوه والاخوات، فيما يتعلق بهذه النقاط انا حبيت على جال باش نربط بيناتهم. الحراك هذا راه هو استمراريه من اجل تجسيد الاهداف نتاع الثوره نتاع التحرير، ولكن الحراك كنا نقول لكم منذ البدايه باللي راه مخترق، ولكن في هذه المدة الأخيرة بدأت تتميز الصفوف. كاين بعض من الناس اللي هما درك في البداية من الأحزاب السياسية اللي هما حبوا يلعبوا دور من أنه راهم داخل الحراك لأنه كانوا خايفين من الانتقام تاع الشعب، ولكن هذ الناس غدارين، مش هذه المرة الأولى اللي هما يغدروا الشعب، كل مرة راكم شفتوهم دوك راكم جربتوهم. لما جبت انا المثال مثلا في البدايه نتاع المداخله نتاعي هذه حول الانتخابات في عهد نتاع فرنسا، وتحدثنا على الزعامه وعلى المشيخه نتاع مصالي الحاج والى غير ذلك من المسائل، نفسها راه اليوم الدور. هذو الناس راكم تعرفوهم، اي مش هذه الانتخابات الاولى اللي راكم انتم رايحين تجربوهم،
يمشيو. هذا بن قرينا، هذا اللي الان راهو في بدايه الحراك، ما كنتوش تسمعوا فيه واش كان يهضر، او كان يقول لكم مرشح الحراك. دوك صار يقول لهم كاينين 3 ليه، 4 ليه، 5 ليه. هذا واحد من الناس في البدايه نتاع التسعينات العناصر تاع الفيس هزوهم للسجون والمعتقلات، هو عينوه، هو وزبيده عسول وسفيان جيلالي، وهذا اللي هم اليوم داروه نتاع حقوق الانسان، هذا ابو زيد الزهري، منهم من القائمه، قراوا القائمه. وهذاك اللي راهم دايرينه في الشروق يخطب كل يوم يحلل، واحد داير روحه استاذ هكذا مانيش عارف كيف. المهم راهم بالاسماء نتاعهم راهم موجودين، شو عليهم اسماء نتاعهم بالاسم واللقب والسنه اللي دخلوا فيها، في الوقت اللي هما كانت هناك انتخابات تشريعيه، كان هناك تنافس على البرامج وعلى الاشخاص، والشعب الجزائري كان في اغلبيته في تلك المرحله، في المرحله بالنسبه للناس اللي راحوا ينتخبوا، النسبه كانت الاغلبيه للجبهه الاسلاميه سواء في الانتخابات البلديه او في الانتخابات التشريعيه، ونحن من الشاهدين. انا حضرت للفرز نتاع الانتخابات في 90 وفي 91، وفي 90 كنت مراقب في الانتخابات، في 91 يعني جيت عشيت الانتخابات، جيت راني شافي في ذاك النهار كنت راجع من ايطاليا، في 91 راجع من ايطاليا عن طريق سكيكدا في الباخره، كنت في ذاك الوقت خدام في الباطو، ولحقت انا الاخر، حتى الناس اللي راهم حضروا الانتخابات راهم يشفوا عليا كي روحت، شفوا عليا كيما اليوم، كنت انا اخر واحد اللي وضع الورقه نتاعو. نجيب يعني واسمو برك، كان واحد زميلي في الدراسه من بعد صار رئيس بلديه يقولوا له احمد، المهم اذا عجبت منه، وهذا كان واحد من الاخوه راه يتبع فيا، والله بلغ له السلام، صار رئيس بلديه فيما بعد، كان هو كان في ذاك الوقت كان في لافلان قبل ما يولي مع حمص ومن بعد، ولا كنت نقول له انا نقصر هكذا شويه، كنت نقول له انا شوف دوك الصوت نتاعي هذا يفجر الصندوق هذاك، هاك تشوف منين جيتك من ايطاليا على جال باش ننتخب. اسمع الشيخ، فهمتوا الاخوه؟ اذن هاد الناس راكم تعرفوهم راكم جربتوهم، يجبدوكم يمشيو مع الشعب. شوفوا القضيه نتاع سنتي جديو، راحوا دخلوا من بعد جبدوا رواحهم في الندوه تاع الوفاق، يدخلوا يجبدوا رواحهم مرات عديده، يدخلوا في مبادرات من بعد باش يكسروها، يدخلوا ويطردقوها، يدخلوا ويطردوها، ويخرجوا من بعد يروحوا الانتخابات. وراكم شفتوا راهم داروا ديك تاع مازافرون، ومن بعد هاي مؤخرا هذيك اللي داروها تاع عين البنيان، وهذيك كل مره هكذا يدخلوا في مبادرات ويتفقوا على بعض الاشياء ويوقعوا، ومن بعد يقول لك اخويا انا الحزب نتاعي وانا المجلس الشورى وانا ذيك وانا ذيك وهم اللي يتحكموا وانا راه نمارسوا في الديمقراطيه عندنا وكذا وكذا، وانا نستجيب للامر نتاع الحزب نتاعي، وهكذا كل مرة هكذا. لذلك الإخوة والأخوات هذه فرصة على جل باش تعنوا الطلاق مع هذه الأحزاب، مع هذه الشخصيات. هذا بن فليس خي شفتوه في 2004، من ديك ما زاد عاود بان 2014، 10 سنوات. قسما بالله راني نقولها لكم اليوم، قبل ما يعلن الترشح نتاعو وبعث له بعض الاخوه هكذا باش يهضروا معاه، قال لهم انا خاطيني سياسه خلاص، ومن بعد ترشح. ما تثقوش فيهم هاد الناس، ماهيش هذه المره الاولى اللي يخدعوكم. والمفترض هو انه الانسان المسلم انسان المؤمن كيس فاطن حذر يا صاحبي، كل مرة يبيكيوك، كل مرة يدغجوك، كل مرة يذبحوك، كل مرة يرعفوك، وماكش راح تفيق والله. هذو راه مش هذه المرة الأولى، أنا كنت نقول لكم جبت لكم بعض الأسماء كانوا في المجلس الانتقالي،
ناس داوهم الحباس وداوهم المعتقلات وراهم في المنافي، مازالهم الى اليوم مازالهم في المنافي، وهم راحوا دخلوا وضربوا فيها هذا بن قرينة على الشوازير في الوقت نتاع الدموع، في الوقت نتاع الدماء، هو راهو حاضر في سكيكدا في العيد نتاع الفراولة، احتفال عيد الفراولة في سكيكدا في الهوتيل، الجماعة راه تموت وهم راهم في الوزارات، بحجة هو انه لابد من الحفاظ على المؤسسات. ونفس هذا كل الاسلوب وراهم تغير، تغيرت بعض الوسم، ولكن مازالهم راهم يدوروا ويدوروا من جهة لجهة. دونك اذا حابين على جال باش يكون هناك تغيير، ما تنخدعوش بهاد الناس اللي راهم يقدموا لكم فيهم الوعود. يا ما ناس وعدوا، يا ما ناس وعدوا، ونهار توصل للصح يبيعك، تعرف غير بمجرد هو انه يلحق للسلطه يبدل النيميرو تليفون تاعو، يبدل الادراس نتاعو، ما تعرفو ما يعرفك. فهمتوا؟ يا ما ناس، يا ما ناس، هاني انا الوحيد، هاني نحدثكم على نفسي، حدثكم على نفسي كمثال. انا عندي قريب 19 سنه، محمد السعيد هذا عينوه وزير ولا ما عينوش؟ عينوه وزير مع بوتفليقه، فهمتوا؟ ودخلها انت في راسك، عنده باسبور ديبلوماتيك، عنده الوسمو نتاعو بالاورو، وراه طالع هابط وانا راني ممنوع، ودخلها انت في راسك ولا ما تدخلهاش؟ الله يسهل عليك. عينوه وزير، كان بعض من الناس يقول لك انا هذاك، ومن بعد اعرف واحد راهو في الجيش ولا راهو في وسمو، من بعد وتعرفوا من بعد، يعني الناس كانت تعرف بوتفليقه، كانت تتجمع معاه، وراهو درك، وراه عمار غول، وراهو شريف عبد الرزاق، وراهو الاخر، وراهو الاخر، وراهو الاخر. ما يغركمش الاشخاص، انسان اللي راهو عنده مبدا، عنده برنامج، عنده مشروع، وانسان عنده مسار تاع نضال، تعرفوا من خلال المواقف نتاعو، من خلال المبادئ نتاعو. يا هل ترى هذا الانسان تغير؟ يا هل ترى اثرت فيه السلطه؟ يا هل ترى يعني الناس كان واحد ما يعرف جدهم عن طريقي انا في الاذاعه نتاع وطني ولا في اليوتيوب ولا تعيط له قناه فضائيه ما يزيدش يهضر معك، هذا غدو يوصل للسلطه هذه يبيعك ويشريك. والله غير يتلاقى مع شخص برك يتصور معاه، السلام عليكم. راكم تشوفوا فيهم في البلاد. انا كاين مرات هكذا يقول لي يا سيدي انت راك في فرنسا ومازالك تهضر بالهضره نتاع البلاد ومازالك كذا، ناس غير ثم برك غير في البرج، يروح يبدل الكارطي ولا من برج الغدير يطلع للبرج بالسلامه بالعافيه، لا منعاش كما قالوهاش خوتنا الجزائريين تاع العاصمه. وين هذا يوصل لك للسلطه وتصير يصير البرلمان تحت يديه، والحكومه تحت يديه، والجيش تحت يديه. يا هذا قاسم بالله ما يخليك النفس النفسيه يقطعها عليك. لذلك الاخوه باش ما نطولش عليكم، هذه المساله هي مرتبطه ببعضها البعض تاع الحراك والثوره. وش هو هذا الحراك هذا؟ احنا ما نتمناوش على جال باش يتحول الى ثوره مسلحه، لانه هذه القضيه نتاع التصعيد منذ البدايه، وانا شخصيا كنت احذر من المواجهه ومن التصعيد. ولكن في نفس الوقت هذا الناس اللي راهم درك في الجيش راهم خشنوا رسم، وعلى راسهم القيد صالح، خشنوا رسم اكثر من اللازم. 9 شهور كان بودهم هو انه يقوموا باجراءات اطلاق سراح المعتقلين، اطلاق سراح المساجين، ومن بعد يقوموا باجراءات تهدئه اللي فيما بعد يتخلي الناس هي وسيدي. معليش يا سيدي، ها يا سيدي انا نكون معاكم موضوعي اكثر من موضوعيه. قال يا سيدي دوك هذا القياده نتاع الجيش، صحيح هو انه هي ما كانتش راها قال مثلا دايره هذه الحسابات، وقال تفرض امر واقع عليها، بحيث هو انه راهو خرج الشعب الجزائري، جات هي فرصه للقياده نتاع الجيش على جال باش هي
دير عمليه نتاع تجديد ونتاع تقويم، وراها الان راها في الاطار الصحيح، ولا بد لهم من وضع رئيس يا سيدي بمقاس والله بمقاييس لمرحله مؤقته. يا سيدي خرجوا ليها صواب، اللي راكم تضالوا تبروطوا بالشعب، خرجوا ليها صواب. قال احنا قال مثلا ارتأينا من انه هو الرئيس اللي رانا، يبدو انه حصل فيه انقطاع. المهم قال ودي راه قال مثلا هو الرئيس هذا فيه مقاييس، فيه مقاييس يا سيدي، احنا نشوفوا باللي هذه المقاييس راح تتوفر في هذا الرئيس، وظروف راح تمتع لنا على جال باش حنا نسيروا هذا الوضع ويصرحوا الشعب. صرحوا الشعب قال يا ودي احنا هذه راها الدوله العميقه، راها كذا وكذا، راها هي دوكا هي اللي كانت متحكمه، راها متحكمه في جميع المؤسسات، وحنا مفروض علينا خرجوا ليها صواب. ماشي هذه اللغه نتاع التهديد ونتاع التخويف والايادي الاجنبيه. اوكي هضر لي هذا بن صالح اللي جبتو المخابرات، يصير هو يحكي لك انت دوك لما تحكي انت يعاقبك القانون لانك انت راك تعرقل في الانتخابات. يا بن صالح يا وروح تحمل، يا وانت واللي معاك وروح تحمل، انت واللي معاك تتحكي لي انت على الديمقراطيه، وانت اللي دخلت بالتزوير للبرلمان، انت اللي دخلت بالتزوير لمجلس الامه، تتحكي لي على الديمقراطيه؟ الديمقراطيه يحكي لي عليها القايد صالح؟ او تكلموا كلام موضوعي، تكلموا كلام اللي يقبلوا العقل. كيفاش هذا الناس عايشين بالانقلابات، عايشين بالقوة؟ القوة هذا 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 قايد صالح هذا لو كان من الدبابة والصاروخ والثكنة العسكرية، لو كان راهو حمال، لو كان راهو يهز في شتير تاع السما، وراهو ساعة ساعة واحد هو يجي يمشي في الطريق هو يدير له نولي نقول في كلام، سمحوا لي راني اليوم راني عاقل شويه. بحسب التافق قفازة اشطارة فحولة وش هي يا الدبابة برك الصاروخ، فهمت؟ الدبابة والصاروخ خاصية سي بن صالح، انت تخوف الشعب، انت تتحكي على الديمقراطية، تتحكي على القانون. لو كان جيتو تحشمو واش من قانون انتم راكم تهضروا عليه؟ واش من قانون؟ يا يعني انتم برواحكم راكم متعدين على القانون، انت بروحك راه عندك 60 يوم، خلاص 60 يوم تاعك روح بسلامه بالعافيه بالقانون، فهمت؟ بالقانون. فشلت في الانتخابات نتاع 4 جويليه ما درتهاش، ودوك جاي انت تعاود على الناس، يلا ولا الانتخابات تجي في الوقت نتاعها. شعب دوك الان راهو كسر الحبس نتاع الخوف، مازال الناس اللي هما مازال خايفين مره على مره هكذا، هما على بالكم يهزوا دي شونتيون، قال هذا بالعربي وهذا واسمه طابو وهذا بومالا وش اسمه هذا بورقعه، هزوا دي شونتيون من اجل اخافه الاخرين، مهزوش ناس كامل، يهزو دي شونتيون هكذا من اجل باش يروضوا الاخرين. لذلك الاخوة والاخوات لابد من مواصلة الحراك مع طول النفس، كل اسبوع خليوها مرة في السمانة برك، وطول الاسبوع ولو 10 سنين رانا قاعدين معاهم درك هكا. ولابد ذوك من هنا فصاعدا الاخوة اللي راهم حبسوا الى حد ما، بلك لربما فيه اخوة راهم يتابعوا فيا منه وجاي، لازم الناس تزيد تعاود تحرك في الخارج، هذه هي. ولا بد من استعادة السيادة في الجزائر، استعادة السيادة الكاملة، لازم الشعب الجزائري يعيش سيد في البلاد نتاعو، وهذا الناس لازم يدخلوا للمزبلة نتاع التاريخ، خطر علاه اعطيت لهم
فرص كثيرة وللأسف شديد ما حسنوش الاستغلال تاعها. أخويا أنا شخصيا حاب نشوف دكتور في وزارة الدفاع ما نشوفش بغل، ما عنديش كلام آخر نقوله، ما عنديش بغل، بغل بأتم معنى الكلمة، حمار بأتم معنى الكلمة. قولوا كل ما دخل عليها الحبس دز معاهم، ها يا سيدي ها دزوا معاهم خي العدالة، انتم دوك راكم تقولوا باللي هذو ما عندهم حتى معنى، دزوا معاهم ما حبيتوش تحشموا. هضرنا معاكم بالعقلية، عندنا سنوات درك وحنا رغم الظلم ورغم التهميش ورغم التهديد ورغم التخويف ورغم 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 ورغم، مع ذلك كنا متماسكين الاعصاب، ماسكين الاعصاب تاعنا ونتحدثوا معاكم بلغه بلك لربما واحد ما تكلم بها، لكن ما حبيتوش تحشموا يا صاحبي. 9 شهور دوك الناس مازالها في الطرقات، 9 شهور الناس تصرخ، واش راهم يحوسوا؟ حوسوا يعيشوا اعزاء مكرمين في البلاد نتاعهم. انت احرص منهم على الوطن، انت اثقف منهم، انت اكفاء منهم، انت انزه منهم. هاد الدكاتره، هاد الفلاسفه، هاد الباحثين، هاد المهندسين، هاد الاطارات، هاد الكفاءات في الداخل وفي الخارج كامل، انت واحد ما يعرف غير انت. واش الشيء اللي درتوه هذه 9 شهور؟ دخلتوا الجماعه للحبس، قلنا لكم منذ البدايه سيدي احنا ما كناش مع الحباس، مع سياسه الحباس هذه، كنا نقولوكم باللي لابد من وضع حد لهذا النزيف، كنا نقولوكم باللي لابد هو أن تتجه الناس نحو بناء جمهورية جديدة قبل الحراك، كنا نقولوكم باللي يودي هذه السياسة نتاع البريكولاج وهذه السياسة نتاع الترقيع وهذه السياسة نتاع المماطلة وهذه السياسة نتاع الاحتقان اللي راكم تصنعوا فيه راها تدي البلاد للكارثة. قدر الله وما شاء فعل، المهم الحمد لله هو أنه ما اتجهتش الناس نحو الدم، هذا الشيء نثمنه، ولكن الأمر ما زال نفسه هو. ها اليوم القضية هذه نتاع القضاء تثبت لك باللي راك مازالك تدور في الزيرو، هذا هو قطاع من القطاعات. تخيل انت ذوك غدوة الأطباء والممرضين، غدوة الأساتذة، غدوة العمال، غدوة نتوع السوناطراك ونتوع حاسم سعود وحاسم رمل، غدوة نتوع المطارات، هذا هو غير قطاع واحد. ومن بعد توصل لك للشرطة وتوصل لك حتى الجيش. والله العظيم إذا كملت بالطريق هذه قاسما بالله هاني نقولها لك بالصوت وبالصورة، غير يجي نهار سجلوا الكلام تاعي، هذا توقع ماهوش تهديد، توقع قسما بالله، غير يجي النهار اذا كملت بالطريق هذه غير يجي النهار واحد غير يعطيك بحبه في الكازرنا. هاي سي هاني نقولها لك بالصوت وبالصوره، ماهوش تهديد وماهوش تخويف، هذا راهو توقع بناء على الشيء اللي راك دير فيه. خطر علاه الجزائريين ما تحقرهمش، تحقر فئة من الناس، تحقر مجموعة من الناس، ولكن كاين رجال والله لولا الدبابة ولولا الصاروخ ولولا المنصب اللي وسمو قاسما بالله قلت لك كيما انا قالوا كان راه مهزوا عليك في السماء. ومعذرة لخوتنا اللي يخدموا، ربي يعاونهم وربي ان شاء الله يكون معاهم، هم اشرف منك. إذن الإخوة والأخوات، هذا الحراك راهو استمرار للنهج تاع الثورة تاع التحرير. في البداية كان مخترق ولا زال إلى اليوم، ولكن فيه رجال شرفاء، فيه مخلصين، فيه أحرار حابين يسترجعوا السيادة الكاملة. كاين اللي راهو يشوف فيها باللي يسترجعها عن طريق الانتخابات، كاين اللي راهو دوك حنا رانا نشوفو من انه هذا الحراك هو راهو وسيله نتاع ضغط. فهمت؟ الانسان اللي راهو امن بالانتخابات ما يجيش مره واحده اخرى يجي يبكي قال راهم خدعونا وراهم زورونا وكذا، لانه هاد الناس هادو معروفين بالغدر، معروفين بالخيانه. هذا الانسان اللي 20 سنه
هو يخدم مع بوتفليقة ومن بعد يتنكر له. هذا انا نثق فيه؟ نثقش فيه، هذا لا اثق فيه، والله ما نثق فيه، والله لا ربما نثق في ناس اللي ربما يقول لك انا كنت مع بوتفليقة ونمشي على نيتي وما نشنا دم وكذا وكذا وكذا، وهاني مشيت معاه على اساس كذا وكذا وكذا وكذا، واليوم انا ما رانيش نشوف في روحي باللي راني متناقضه مع روحي، راني نشوف في روحي باللي نفس اللي فالور اللي كنت ندافع عليها ما راني معاه. اذا كان معاهم سيد مريض معاق مشلول هو يصور فيه الناس ما تكلموش كذا، راهو في صحه جيده، راهو في كذا، الناس يقولوا باللي راهو سعيد بوتفليقه راهو يسني وسعيد بوتفليقه راهو داير كذا، وما كانش. ومن بعد يلا طف ظهرت عصابه، ظهر طرطاق عصابه، وظهر تاع البرلمان عصابه، وتاع الفيلين عصابه، وتاع العمال عصابه، وظهروا كل عصابه وسنوات، والناس كامل ما على بالهمش. لماذا؟ لانه اعطيت له الفرصه. ولكن لو كان درك مشيتو، انا عندنا درك 9 اشهر راكم شفتوا شحال لك عندي تقريبا حوالي 4 اشهر ما درتش مداخلات، اعطيناكم فرصه اللي خلاص تمنع واحد، تمنع واحد انت باش يحضر، يحضر للموت، والله يحضر الواحد مريض رايح يموت، والله يحضر العرس، والله كذا تمنعو، تجي انت انا نثق فيك؟ ما نثقش فيك، ما نثق فيك ولا واسمو. حتى كاين بعض من الناس اللي انا شخصيا كنت نثق فيهم دون نذكر الاسماء تاعهم، راكم تتبعوا فيا قسما بالله راني نقول لكم بالصوت وبالصوره دون نذكر الاسماء تاعكم، والله العظيم لم اعد اطيق الرؤيه نتاع الوجوه نتاعكم، راني نقولها لكم بالصوت وبالصوره، والله لم اعد اطيق الرؤيه نتاع الوجوه نتاعكم، لانه ظهرتوا باللي انتهازيين، ظهرتوا باللي ناس تحوسوا على السلطه، ظهرتوا باللي طماعين، ظهرتوا باللي ما عندكمش مبادئ وما عندكمش قيم، رغم انه منكم اللي يتشدق من انه راهو 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 راهم الانبياء ومن المرسلين، لكن ظهرتوا باللي خبثاء وغدارين. ويكفي هو انه راكم مشيتوا في قداش من طريق، يكفي يكفي ذلك، احنا مازلنا في نفس الطريق، نؤمن بالتغيير الحقيقي، نؤمن ببناء جمهورية جزائرية جديدة، نؤمن بالتنوع الثقافي، نؤمن بالثراء الثقافي، نؤمن بالحريات، نؤمن بجزائر تاع الجميع، ونؤمن بمصالحة حقيقية اللي دائما ونقول ونكرر منذ سنوات من أنها نصل لها كنتيجة بعد ما يتكنس هذا النظام كنس يروح إلى الأبد، ونلحقوا لهذه الثقافة من خلال معاملات وسلوكات جديدة. الآن هاد الناس ما معهم حتى هضرة إلى الأمام، كما قالهاش القذافي، لا تتراجعوا، كملوا الإخوة والأخوات، نحييكم جميعا اللي راكم في الداخل وفي الخارج. كانت بعض الأشياء أنا كانت عندي تحفظات عليها منذ البداية، من بين هذا اللي سموه العالم الأمازيغي، أنا شخصيا كنت ضد الرفع نتاع الراية هذه، كنت مع العالم الوطني والاكتفاء بالعالم الوطني، عدم الإعطاء الفرصة لهذا الناس، كنت ضد المواجهة نتاع القوات نتاع الأمن ولا نتاع الشرطة، وما زلني إلى الآن ضد المواجهة، ولكن هذا الناس هم اللي راهم يعملوا. انت لما تصير انت تعتقل في الناس، وتصير انت تقطع في الطرقات، وتصير انت تقطع في الانترنت، انا الان هذه الايامات نتحدث مع بعض الافراد من العائله، تبعث الواحد تقول له السلام عليكم واش راكم لاباس، والله نص نهار والله العشيه في العشيه، ومن بعد يكتب لك وعليكم السلام ويزيد يروح ما يبانش خلاص نهار كم، ومن بعد كي تزيد تعاود تهضر معاه الغدوه يقول لك راه الانترنت ما كانش 2019 هذا انتم تديروا النهضه، اذا انت اللي تمنع شعبك باش يتكلم تدير النهضه انت،
واش جات الثورة هذه نتاع نوفمبر هذه؟ على واش جات؟ جات من أجل محاربة الاستبداد، من أجل محاربة الاستعباد، من أجل محاربة الاحتلال، وجات من أجل استرجاع السيادة الوطنية، من أجل استرجاع الحريات، من أجل بسط العدالة، من أجل الأخوة، من أجل التسامح، من أجل العيش الكريم، من أجل العزة. هذه الثورة. واحد مجاهد يحرق يحقر في شعبه، والله العظيم إلا أنت حركي، لا عندك الريحة أنت المجاهدين، حركي بأتم معنى الكلمة، ودز معاهم اليوم وغدوة وبغداد، منا وجاي نوليو نتكلموا معكم بالكلام اللي عمركم لسمعتوه، ونوليو الآن نفضحوكم. كاين بعض من الناس درك نتكلف بكم، درك تشوفوا منا وجاي نقعدوا قعدكم خطر ما حبيتوش تحشموا، تحسبوا باللي رانا خايفين منكم، تحسبوا برواحكم باللي راكم قافزين، ما راكم لا قافزين ولا فحولة ولا والو، ما عندكم والو، عندكم فقط القوة، ما عندكم ذكاء ولا عندكم أفكار ولا عندكم قوة نتاع التحمل، ما عندكمش حتى القوة نتاع التحمل. هذا الإنسان اللي هو لا يقبل الانتقاد، هذا درك هذا يقبل لك غضوة الدولة يدير لك دولة؟ ما عندكم والو، ما عندكم والو، عندكم القوة وعندكم المال وعندكم الإعلام. تخيلوا هذا غير فقط الفيسبوك، وصلتوا وأنكم تغلقوا في قناة، تغلقوا في صفحات. أنا شخصيا في وقت سابق غلقوا لي أكثر من 6 صفحات في اليوتيوب، وراكم تعرفوني الإخوة والأخوات اللي مولفين تتعاملوا معايا ومولفين تواصلوا معايا، راكم تعرفوني منذ سنوات، نهار اللي كان يوتيوب كانوا مجموعة ما يتعدوش 10 من الناس. انتم إذن تديروا دولة؟ مو مستحيل باش انتم تديروا دولة. انتم الآن راكم تدينها للهاوية، راكم تدفعوا فيها إلى حرب أهلية، خطر علاه أعطيت لكم الفرصة وللأسف الشديد ما عرفتوش تستغلوها. قلنا لكم من أنه هذه دولة العميقة راه مش سهلة، لابد لها من تجند الشعب، لو كان درك انتم قمتوا بخطوات، مش أنا شخصيا، أنا ما نسوا جدي طول، أنا مواطن عادي، ماني طالب منصب ولا راني طالب حاجة، ولكن لو كنتم مشيتوا في الطريق الصحيح، أنه مثلا مع شخصيات اللي مقبولة، شخصيات نزيهة، شخصيات اللي عندها سمعة تاريخية، ناس عندها كفاءة، ناس عندها نزاهة، والتفتوا حولهم وخاطبتوا الشعب بخطاب عقلاني، خطاب موضوعي، خطاب منطقي، بعيدا عن العاطفة، بعيدا عن التجارة بالتاريخ وبالدين، وجبتوا قال قدمتوا مشروع نتاع أمة ونتاع كذا، كون راهم درك راه الناس راها دايرة الصف وراها تسلم لكم على الأقدام نتاعكم كبار وصغار ومن الكفاءات المختلفة، وراها الناس تمشي في الطريق صحيح اللي حاد على الطريق يلا، ولكن للأسف الشديد خيبتم آمال الأمة. عشية أول نوفمبر عوض هو أنه تجيبوا خطاب اللي هو وتقوموا بقرارات تاريخية، للأسف الشديد مازال الخطاب نتاع التهديد وخطاب نتاع الوعيد، وشكون يستعمل فيه؟ بن صالح اللي دخل بالتزوير للمجلس الانتقالي، ودخل بالتزوير للبرلمان، ودخل بالتزوير للمجلس الأمة، ودخل بالتزوير للرئاسة. أتمنى هو أن الرسالة نتاعي راها واضحة، الأحرار والحرائر في الجزائر وفي الخارج لابد من مواصلة النضال لطرد العصابة الجديدة وإدخالها إلى مزبلة التاريخ. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم.